معاكم، لسه مخلص راجع من الفيلم بتاع سبايدر مان نو واي هوم. فيلم كان تحفه من اوله لاخره، ما كانش فيه اجمل من كده. كل ديتيل، كل تفصيله في الفيلم كانت رهيبه، من شكل اللبس بتاع سبايدر مان لكل حاجه فيه. زي ما اتعودنا في افلام سبايدر مان، كل فيلم بيكون ليه سوت جديده حتى لو مش فيلمه. السوتس بتاعته جامده جدا، لا والديزاين بتاعها رهيب، والديزاينات اللي في الفيلم، كل ديزاين في الفيلم جامد. الافكتس، الديجيتال افكتس جامده. مارفل وسوني فعلا ابدعوا نفسهم في الفيلم ده، والفيلم فاق التوقعات. احنا كنا فاكرين ان التوقعات بتاعته عاليه قوي، واحنا كنا حاطين سقف توقعاتنا عالي قوي، هو عداها. ما تسالش ازاي، حاجه جامده جدا. لو انتوا ما اتفرجتش عليه، انا مش هسبويل اي حاجه دلوقتي، مش هسبويل اي حاجه في الفيديو ده، وحاول ما سبويل للفتره اللي جايه خالص. هتكلم على الفيلم بتفاصيل اكتر بس بعد فتره يكون الناس اتفرجت عليه. لو انت ما اتفرجتش عليه، روح اتفرج عليه حالا، ينفع عن اي سينما، اتفرج عليه عن اونلاين، doesn't matter، بس لازم تتفرج عليه. الفيلم تحفه تحفه، ما يفوتكش بجد. من كل حاجه، انت حتى لو ما اتفرجتش على اي فيلم مارفل ولا اي فيلم سبايدر مان، لازم تتفرج عليه. الفيديوهات بتاعت الرياكشن بتاعي من الفيلم بعد ما وانا في نصه وبعد ما خلصته. انا مش مصدق اللي انا اتفرجت عليه. انا لسه مخلص سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، لسه مخلص. انا لسه في النص الاولاني اللي هو البريك ما بين السينمات. يا ايه ده العظمة دي كلها. I'm not gonna spoil anything، مش يقلق، بس يا لهوي لازم تتفرجوا عليه، لازم لازم لازم. غالبا هتكون الفيرست امبريشنز بتاعتي، عشان انا لسه هرجع في البيت اكمل تسجيل. الفيلم جامد قوي، نهايه حزينه فشخ، بس تمام، حلو قوي. ويعني الجرافيكس، الارت، الستايل، الافكتس، كل حاجه رهيبه رهيبه. وزي ما اتعودت من افلام سبايدر مان، انك انت ان السوتس بتاعت كل سوت جديده ديزاينها رهيب. في عندي كام كومنت في الديزاين الاخير للسوت بتاعته، بس ما لناش دعوه، مش هعمل سبويلرز، عشان انا مش هدي سبويلرز خالص. ما اقدرش اتكلم اكتر من اقول البتاع جامد فشخ، كان تحفه. نهايه التيزرز اللي في الاخر رهيبه، لازم اتفرج عليه لما ارجع البيت هسجل شويه كمان. ده كل اللي اقدر اقوله، وذا بنج 3 دي بيمسي عليكم.